ماكس، انا متضايق فوق ما تتصور. لا تسألني هلا عن شي، احتمال اجي لعندك بعد اسبوع، بعدين بخبرك. اوكي اوكي، مع السلامة. وهلا رح نحتفل ورح نسيكي 30 سنة اللي مضيت. 30 سنة شو؟ اوعى تكبري حالك، 30 وبس. في حي حقير من احياء الجيتو شرقي فيينا نشأ وترعرع ذلك الفتى الناحل. بداية ما مناسبة، لازم افتح الرواية بشكل اقوى. ماكس، كل ما داقت الدنيا فيي بيجي لعندك، انت الوحيد اللي ممكن تفهمني. مين رفض يقابلك المرة؟ السلطان عبد الحميد، بس مو هذا سبب يأسي. انا متضايق من اليهود، من كذبهم، من نفاقهم. كل هالشي بسبب عمولة دواسل؟ انت كنت دائما تقول انه الاشاعات والاساطير هاي كلها وسائل لنشر الافكار وبتخدم قضيتنا، شو صار لك الايام؟ ماكس، انا تعبان مريض. اذا متت قبلك كتب على قبري كان ظنه باليهود اكثر من اللزوم. تيدور، تركنا من الحديث، شو فكرة الرواية الجديدة اللي عم تكتبها؟ شاب يهودي اسمه لوينبرغ معه دكتوراه بالحقوق، بس عاطل عن العمل بسبب العداء لليهود. مرة هو قاعد بالمقهى بيقرأ اعلان عن رجل غني قرر يعتزل الناس ويعيش وحده بجزيرة بعيدة في المحيط الهادي، ولهالسبب بده شخص مثقف وذكي يرافقه بهالرحله. وطبعا لوينبرغ وافق وسافر معه. بالضبط. وهن بالطريق بمروا على فلسطين، بيلاقوها بلد متخلفه ما فيها شيء حلو الا من كم تجمع صغير عايشين فيه رواد يهود. كمل. بعد وقفة قصيرة بفلسطين بيكملوا طريقهم على الجزيرة اللي اختاروها، وبيضلوا هنيك 25 سنة، وبعدها بيقرروا يرجعوا على بلادهم. وهن راجعين بيمروا على فلسطين فبيلاقوها انقلبت تماما وصارت بلد يهودي عظيم ومتحضر. قصتك الحقيقية يا صديقي. المهم، شو رأيك؟ رواية عظيمة، ممكن تخدمنا كتير، وخاصة إذا بينت إن اليهود الرواد عملوا من فلسطين متخلفة دولة يهودية حديثة. هذا بالضبط اللي ناوي يركز عليه بروايتي. أنا صحيح، تفضل. انت طالب حقوق؟ نعم.
معناتها نحن زملاء بنفس الكلية. تفضل. أنا آسف، إدارة المطعم ما تسمح للموظفين إنه يقعدوا مع الزبائن. معقولة تخجلني؟ لحظة لآخذ. أرزل، انسى قصد الانقلاب على السلطان عبد الحميد مبدئيا، لسه في امل يوافق قبلك. الي سنين ناطر. على العموم انا راح اساعدك اقدم المقابله، بس ما تسالني امتى لانه ما بعرف، بجوز بعد شهر بجوز بعد سنه. احكي لك سر، انت لفتت نظري من اول ما دخلت على الجامعه، بس ما صار فرصه نتعرف. انت راقبتيني وعرفتي محل شغلي. لا لا لا، طلبت من واحد من اللي بيشتغلوا مع بابا يعرف لي كل شي عنك. ليش كل هالشي؟ لأنك عجبتني.